نذكر بعض المسائل المتعلقة بالصيام. المسألة الأولى أن وقت النية في الصيام المستحب يمتد إلى قبيل المغرب، إلى قبيل الغروب. يعني إذا واحد لم يتناول طعاما الآن، ما متناول طعام ولم يفطر الآن، يريد ينوي الصيام المستحب، يتمكن من ذلك ويكتب له صيام هذا اليوم. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا واحد عليه صيام واجب لا يستطيع أن يصوم الصيام المستحب، إذا واحد عليه قضاء أو نذر أو كفارة أو ما أشبه ذلك، لا يستطيع أن يصوم الصيام المستحب، إذا أراد أن يدرك هذا الثواب فماذا يفعل؟ الجواب على ذلك، ينوي الاثنين. يعني إذا عنده قضاء ويريد أن يصوم شهر رجب، ينوي الاثنين، أصوم قضاء وبنية شهر رجب. إذا نوى هذه النية الله تعالى يكتب له الثوابين معا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا واحد صام صياما مستحبا ودعاه أخوه المؤمن إلى الإفطار حتى إذا كان قبيل الغروب، يعني 10 دقائق باقي إلى الغروب، ودعاه أخوه، ما هو الأفضل له؟ إحنا نتصور أن الأفضل أن يصوم يتابع صومه، لا، الأفضل له أن يفطر. إذا أفطر، لاحظوا مدى اهتمام الإسلام بإجابة طلب المؤمن. إذا أفطر وقال له إني صائم، قال له أنا صائم، ولكن لأنه أنت قلت أنا أفطر، الله يكتب له ثواب صيام 10 أيام. إذا ما قال له إني صائم، يعني قال له تفضل، فأكل أو شرب بدون أن يقول شيئا، ما قال له إني صائم، في الرواية فيمن عليه كأنه بشائبة المن، لا، بمجرد ما قال له تفضل أقدم، الله يكتب له بدل صيام يوم، يكتب له ثواب صيام عام كامل بدل هذا اليوم. المسألة الأخرى، هل يجب أن تكون الدعوة على طعام، يعني غداء أو عشاء؟ الجواب كلا، حتى إذا دعاه إلى تمرة كما ذكره بعض الفقهاء، يعني جاب له تمرة وقال تفضل، فالأدلة تشمل هذا الفرد أيضا، ويستحب له أن يجيب. البحث الآخر، بلي، الزوجة إذا عزم زوجها، ظاهر الأدلة أنه لا فرق بين الأخ المؤمن والأخت المؤمنة، فلا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. وإذا حبيت التفصيل راجعوا الفقه كتاب الصوم.